من باربي هنا شنو شفتي فيه عجبك؟ السلايمات والنطاطات هذه وباقي هذه. وتعرفين تسوين سكيت لو ما تعرفين؟ اعرف. كنت المفروض اسوي سباق معك. اوكي. انبسطت بالرول سكيت والسلايم. تعرفين تسوقين رول سكيت؟ ايوه. تسابقتي معاهم ولا لا؟ سويتي سباق؟ لا. شنو اكثر شيء عجبك هنا في باربي؟ الكور والرول سكيت. من يسوق احسن انت ولا هي؟ هي. من يسوق احسن؟ انا. في باربي اكثر شيء عجبني مسبح الكور. اوه انت شنو اكثر شيء عجبك؟ التزلج. عارفين تزلجين؟ يعني شنو جربتي بعد هنا؟ الكور. شلون الاجواء الاكسبيرينس هنا شلون؟ حلوه. حلوه؟ تنصحين فيها؟ يلا سوي باي حق الكاميرا. مره حلو واكثر مكان عجبني محل السلايم والتزلج. عارفين تتزلجين؟ اكيد. كيف شايفه الاجواء باربي وسيتي ووك كلها؟ سيتي ووك والله الواحد لما يجي هنا ما يندم. المكان حلو مره ما تدري وين تروحي. تنصحين الناس يجون؟ مره انصحهم. كان مناسب حق الكبار والصغار ولا بس حق الكبار؟ كلهم الكبار والصغار المراهقين كلهم. والله الاجواء صراحه لا توصف، مو قادره اعبر يعني، من جد من جد عالم ثاني يعني. السيتي ووك صارت جدة غير يعني. يعني صوت جدة غير. صارت جدة غير، هي غير ودحين غير وغير من جد. شنو أكثر شيء عجبك هنا في قسم باربي؟ والله كل مكان يقول الزود عندي، كل مكان أحلى من الثاني يعني، وأهم شيء العيال انبسطوا وإحنا انبسطنا معاهم كمان يعني. يعني ما مو قادرة أعبر يعني عن المكان، مرة حلو وأنصح الكل يجي. صراحة مرة حلوة وأولادي مرة استمتعوا ومرة انبسطوا، بالذات البنات في عالم باربي حلمهم مرة. صراحة مرة انبسطوا كلهم الحمد لله. أكثر شيء عجبك لفت نظرك هنا قسم باربي؟ بصراحة الأزياء عجب الصغيرة مرة والكبار سكيت.